السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، وتقدرون تتصلون بنا بأي دقيقة من دقائق البرنامج حتى تعطونا رأيكم بالمواضيع اللي احنا راح نطرحها أو بالمواضيع اللي انتم تردون تحجون بها مشاهدينا الكرام. واللي ما يقدر يتصل بينا لاي سبب إن كان، اكو رقم راح يظهر اسفل الشاشه بصفه اشاره الواتساب، يدزلنا رساله مكتوبه على برنامج الواتساب ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، نبدي ملفاتنا، واول ملف ويانا هو ملف التهديدات اللي تصير من قبل الميليشيات بحق الناشطين والمتظاهرين والمواطنين. يعني الناس جوعانه تعبانه، دا تشوف نفسها ما جاي تحصل حقوقها. الأب يشوف نفسه مدى يقدر يقدم الولد أي شيء، والشاب لا دا يقدر يتزوج أو يكون نفسه أو يعيل نفسه أو يعيل أسرته. فشنو؟ أكو حق كفالة إلى الدستور اللي هو حرية الرأي والتعبير. هاي الناس ظهرت بلكت أحد يسمعهم، والحقيقة سمعوهم، ولهالسبب راح نشوف القيادة بحركة العصائب اللي اسمه عباس الفحام يهدد المتظاهرين بمحافظة بابل اللي طالبون بتعديل سلم الرواتب. اسمعوا. وبالمقاومة وبالمرجعية، وأدافع عن الحوزة بكافة تفاصيلها، وأدافع عن العمامة. من يوصل الحال سبيتني وسكتت لك، سقطتني بالمجتمع سكتت لك، أنه بيوصل الحال إلى تنظيمك والسلام الرواتب؟ لا، احنا كنا عانينا ما عانينا من الفوضى الاخيره اللي صارت بها حتى دماء عموم العراق. يتحول الموضوع بمنطقتي وما جرحت شيك والله بالمنطقه، ادوسك انت واللي يطلع وراك. اللي طالب براتب يهدد اعمامه، هاي جديده. يعني اني يقول لك سبيتني وحكيت علي وسقطتني قدام البشر وسكتت لك، بس تاخذ راتب؟ لا. ليش العالم ما من حقها تعيش؟ ما من حقها تستلم رواتب مثلا حسب رأي الأستاذ عباس اللي سمعت، ويدوسه حتى لو ابن منطقته. احنا بيا رأي، بالله أتمنى السيادة المرجعية يطلعون ويقولون شنو رأيهم لما يطلع شخص ويقول أنا أدوس العراقيين. ذول الناس اللي أنت تريد تدوسهم ذول عراقيين، عراقيين ما عايشين، وأكو غيرهم عايشين. أما بقضية ملاحقة الناشطين والإعلاميين وتصفيتهم، عندنا هنا مقتل شقيق الناشط أكرم عذاب بحادث إطلاق رصاص من قبل قوة مسلحة راكبة 3 سيارات حكومية بوسط مدينة العمارة بمحافظة ميسان. تعالوا نشوف. هاي الحادث وراها طلع الناشط أكرم عذاب شقيق المغدور وقال، راح تشوفون هسه الفيديو اللي حكى بيه، بس هسه نعطيكم التفاصيل. قال انه مقتل اخوه، ويقول انه القوه اللي قتلته تتبع الامن الوطني، وقتلته اثناء محاولتها، تخيلوا، مثل ما ياكد هو، اعتقاله. يعني قوه امنيه تروح تعتقل شخص تقتله. الناشط يقول انه شقيقه انقتل وانسرقت فلوسه اللي كانت وياه، وهواتفه اللي كانت وياه واللي كان هو شايلها من دون أي سبب، والحد هاي اللحظة اللي هو طلع بيها ماكو أي مذكرة إلقاء قبض بحق أخوه. وأكد أنه هم ما يقدرون، يعني هم يحكي على نفسه وأهله، ما يقدرون يرفعون شكوى ضد مرتكبي الجريمة، لأنه الشرطة المحلية ما تفتح دعوى ضد الأمن الوطني. تعالوا نشوف. وزير الداخلية، رئيس الوزراء، كل الناس الخيرة، قضية مقتل أخوي بمحافظة ميسان بالعمارة، جاي عليه قوة من الأمن الوطني بدون أمر قبض بدون أي شيء،
وواحد من عناصر الامن الوطني معترف انه هو جاي يضربه بالاخمص مال المسدس وطالعه الطلقه بالغلط وكاتله. من كاتلينه مهزومين 3 سيارات بيهن 8 اشخاص وماخذين فلوسه وتليفوناته. يابه عايفين الجثه ومهزومين، جايه الشرطه المحليه ماخذين الجثه وسجنه وابن خالي وزوجه ابن خالي. من البارحه لليوم هسه بالتصوير والفيديوهات طلعت السيارات مال الامن الوطني وعناصر الامن الوطني من لزموهم قالوا يابا بالغلط، زين ليش بكتوا فلوسه وتليفوناته؟ ما حد يقول ليش. يابا زين هسه نريد نشتكي على ذول عناصر الامن الوطني، مركز شرطة البلدة بالعمارة ما حد جاي يشكيهم، لا عشائر جاي نقدر، لا بالقانون لا جاي يقدرون يطبوني يعني يشتكون. ماكو هيك شغلة بتاريخ الإنسانية، واحد مقتول وأهله ما يقدرون حتى يشتكون على الكاتلة اللي معترف أساسا. حسب أكرم عذاب يقول أنه مقتل شقيقة بالغلط، يقول واحد من عناصر الأمن الوطني راد يضربه بالأخمس، الأخمس جوه السبطانة فوق، افترت فلتت من إيد العنصر مثلا يعني وطبت السبطانة بوجه المغدور أو بصدره أو بقلبه أو أي مكان. هاي واحد. اثنين، شنو بالغلط؟ أرد أسأل رئيس الجمهورية عبد الرشيد لطيف، أو عفوا رشيد عبد اللطيف اللي ما شفناه بس في فيديوهات اثنين وطلع برا السجادة الحمراء تيه، كان مستعجل يريد يطب القصر. بما أنه منصب رئيس الجمهورية هو الحامي للدستور، دستوريا أكو شغلة مثلا الأمن الوطني يقتل وما حد يحاسب؟ شرطة ما تشكي أحد على عنصر اعترف أنه هو حتى لو كان بالغلط؟ زين اللي مات شنو ذنبه؟ أمه شنو ذنبها انفجعت؟ أبوه شنو ذنبه انفجع؟ أخوه شنو ذنبه طب بمصيبة؟ شنو ذنبه هذا اللي انقتل؟ زين أكو شيء حسب القانون إذا أكو أحد المحامين يتصل بينا يسمح لهاي الشغلة إذا عناصر الأمن الوطني يقتلون والشرطة ما تشكي ضدهم؟ فأقرع الدنيا السلام، لأن ما راح تكون هاي أول وحدة ولا راح تكون أخير وحدة. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وكان أول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك. كاظم علي يقول الحكومة كلها ميليشيات وتابعة للنجف، كل من يتكلم يحسبونه ضد المذهب ويصكونه بفتوى دينية. أمجد اللامي يقول الأجهزة الأمنية في ميسان عبارة عن مجاميع إجرامية تابعة إلى الأحزاب وغير مهنية، وأغلب الاغتيالات ينفذوها هم ذولي. راف هاشم يقول أولا منهم مسيطر على الأمن الوطني من 2003 لليوم؟ ميليشيات وأحزاب الولي السفي وتحديدا حزب الله والتوابين بحركة غدر الحكومية وأتباع المندس وسليماني. ومحمد رمضان يقول مجلس القضاء الأعلى الغير الحيادي والتابع للأحزاب لا يتأمل أو لا يتأمل منه خيرا، إذا كانت المفرزة مدعومة من جهة سياسية سوف يخرج عناصرها براءة مثل الشعرة من العجين، وإذا لم يكونوا سيحاكمون، الأمر يعتمد على الإسناد من عدمه، وقد يكون عملية القتل تعمدا والقضاء بنزاهته العالية يخفف من وطأة الجريمة لكي يبرئ المسؤولين. فكانت هاي التعليقات حول هاي القضية اللي هي قضية تهديدات الميليشيات للناشطين والإعلاميين وتصفيتهم. بالمقطع الأول طلع لنا واحد زعيم حركة العصائب أو غيره اسمه عباس الفحام، ذكر في آخر كلامه قال احنا كنا نعاني قبل فترة من فوضى وتحولت إلى فوضى دم، واحنا ما نسمح لهذا الشيء. أتوقع وده يحكي عن ثورة تشرين اللي كانت بدايتها اعتصامات، منو حولها ثورة دم؟ ومنو خلى دماء العراقيين تسيل بالاعتصامات وبالثورة؟ فأتمنى عباس الفحام يجاوب على هاي الشغلة. رقم 2، لو كانت أكو حكومة شوية عندها ضمير ما كانت حولت فوضى دم مثل ما أنت وصفتها.
راح أذكرك بشغلة وأذكر السياسيين والعراقيين بشغلة. نرجع الزمن الملكية لما كان نوري سعيد اللي صار في زمن الملكية 14 مرة رئيس وزراء، وبوحدة من حكومات ال 14 كان وزير الدفاع مات صالح جبر، سووا اتفاقية ويا بريطانيا اسمها معاهدة بورتسموث. العراقيين بشكل عام بالعشرينات لما قروها ما عجبتهم، وأغلبهم كانوا ما يعرفون يقرون يكتبون، بس ما عجبتهم وصار اسمها معاهدة بورتسموث سيئة الصيت. طلعوا العراقيين من شمال الجنوب وبتظاهرات، وكان شعار التظاهرات منو قدنا وزير الدفاع صالح جبر ورئيس الوزراء نوري سعيد، كان شعارها نوري سعيد القندرة وصالح جبر قيطانة. نوري سعيد ما سوى شيء، لا ضربهم ولا قتلهم ولا طلع لهم ولا قال لهم أنتم زوبعة في فنجان، ولا قال لهم انتهوا قبل أن تنهوا، ولا سوى شيء. قال لهم يردون، قال له لا ما يريدون المعاهدة. ثاني يوم الصبح طلع بخطاب وقال تم إلغاء المعاهدة العراقية البريطانية المسمات معاهدة بورتسموث. طلعوا بنفس الليلة العراقيين بتظاهرة وقالوا نوري سعيد شدت ورد وصالح جبر ريحانة. فأتمنى من السياسيين شوية يأخذون موعظة من قبل ويعرفون يتعاملون ويا القضايا. نروح إلى قضية ثانية. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفر، وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله أخويا. أستاذ أفر، دليل واضح، دليل واضح يعني، وإحنا العراقيين نعرف أنه سبب قتل المتظاهرين بثورة تشرين وكل التظاهرات نعنيها ونعرف اتهاماتنا على سلطة الأحزاب، اللي هو هسه قبل شوية اللي مقطع الفيديو من عباس فحام يهدد لثورة 20 اللي كانت تظاهرات الشعب العراقي من طلع فهم ستوا. فدليل واضح انه الاحزاب السلطة من العصائب وقوات بدر وقبعات الزروق وحزب الله، الكل مشاسين يعرفون بهاي الجرائم قتل المظاهرين وقتل وانهاء ثورة تشرين. فدليل واضح يعني المفروض بهذا كلامه انه محمد اشياء سوداني ان يقوم قضية ويرفع قضية مذكرة قبض عليه، اللي تكلم بانه بلسان انسان يعني سلطة الاحزاب وليس انسان الدولة، فهذا يعني امر يعني متهم به لازم ان يكون له مذكره القاء قبض على عباس فحام، لانه هذا كلام تكلم كلام يعني كلام موثوق وكلام مسيطر عن هو نفسه. فمن بعد هذا المقطع اللي صارت انه بقى العراقيين يطالبون بحقوقهم، يطالبون يعني حقوق مشروعه، يعني سلم الرواتب اللي قاعد نشوف يعني الاف وملايين العالم اللي طالب تعديل الرواتب، اللي رواتبهم كلش يعني منخفضه، محاوله انه المعيشه انه تزيد عندهم يعني الدخل يوم يسبب الظروف والغلاء اللي قاعد يصير. فدليل على انه الاحزاب السلطه اللي هي ماسكه الامور وماسكه امور البلد اللي ما تقبل يعني زيد الرواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين والعمال. فدليل على واضح انه محمد اشياع السوداني يكون رئيس وزراء ليس له اي دور، له اي كلام وليس له اي منصب ان يقف امام وجود سلطه هذه الاحزاب، وان يغير رايه وان يعطي تصريح بزياده الرواتب وتعديل هذه السلم. فللاسف احنا سلطتنا وحكومتنا كلها احزاب من العصائب وبدر وكتائب. دليل واضح انه هذا المقطع انه دا يثبت للعراقيين للعالم اجمع انه من يحكم في السلطه ورأس الوزراء هم الكتائب والعصائب والبدر وكل هاي الاحزاب اللي دمرت العراقيين، والنشطاء اللي قاعد يقتلوهم بالعماره او بغداد دليل واضح على هم نفسهم انه من امن الوطني ومن ضمن هاي الاحزاب انه ما يرفع صوته. وتكتيم هذه الافواه مجرد فضائحهم، مجرد ان يكون لهم دور في نكشف هذه الأسرار اللي قاعدة تطلع من سلطة الأحزاب. فما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ومهما كان الظلم هاي الأحزاب لابد أن يجي يوم ينسحقون بقوة الله وعزيمة العراقيين، وإنا لله وإنا راجعون، والرحمة والخلود لشهداء العراق، والرحمة والخلود لشهداء ثورة 20 والخزي والعار لأحزاب السلطة. تحت
شكرا شكرا لك ابو عمر. بس ابو عمر اكو شغله انت قلت المفروض محمد الشيع السوداني رئيس مجلس الوزراء انه يرفع قضيه ويطالب باعتقاله وانزال القصاص بما يحتاج يرفع قضيه. القائد العام للقوات المسلحه رئيس السلطه التنفيذيه محمد الشيع السوداني ما يحتاج قضيه. الكلام اللي قال هنا تهديد سلم مجتمعي، والكلام اللي قال هنا تهديد امن مواطنين، وما قال على واحد واثنين، لا منطقه برمتها، فهاي بحدها إرهاب. وأكو قانون، إذا أكو قانون هم دا يفعلوا قضايا أربعة إرهاب وغيرها وغيرها، فهذا همين إرهاب. ملفنا الثاني نحكي به عن قضية المراقد الدينية الوهمية أو المزيفة. بداية هواية من العراقيين بسطاء طيبين قلب وقلبهم أبيض، بس أكو ناس انتهازية تستغل هذا الشيء. ليش؟ بس حتى تخدم مصالحها الشخصية، أو بالأحرى تزود عدد الصفار بالحسابات البنكية اللي تتبع لهم. أكو انتشار كبير قضية المراقد الدينية المزيفة بالعراق، آخرها اللي حاولون بيضحكون على الناس هو مرقد جديد للسيد أبو عربانة بمحافظة ميسان. تعال نشوف المرقد. السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ احنا حاليا بالعماره تحديدا وبعربانه. حسن اشرح لنا شلون صارت هاي التسميه وشلون اجت؟ هاي التسميه مالت ابو عربانه، احنا اسمه حاليا ما نعرفه شنو اسمه، بس ماشي يعني عند العالم ابو عربانه. ابو عربانه شلون جت هاي التسميه؟ هاي التسميه بسبب هاي العربانه، شوفوا هاي العربانه تعتبر عند الناس المنطقه هاي تعتبر عربانه مقدسه. ليش؟ هاي العربانة كان اكو سيد، هذا السيد على مقامه ناقبرة مدفون، جايين اثنين ناس مخلين العربانة هاي، قالين يم هاي السيد هاي العربانة امانة مبنينها يم القبر مالت السيد، وماشين من ماشين باقي العربانة، فاجوا حراميين شافوا العربانة وكان العربانة يعني غالية والهدورها في الشارع على كل، فرادوا يبوهن جروها رادوا وسحلوها ما اجت فيهم. هواي ناس حاولت وياها رادوا ياخذونها من هذا المكان ما صارت فضلت، فمشت على ابو عربانه. هاي التسميه ابو عربانه يعني شنو؟ هاي تعتبر معجزتي او كرامتي. يعني هسه هم طلع لكم بالموضوع اكو حراميه، يعني بسبب الحراميه طلع هذا المرقد، لو بسبب العربانة، وهاي مو عربانة، العربانة تندفع هاي ما حد يقدر يدفعها. على كل هذا مرقد السيد أبو عربانة. وعدنا بقضية المراقد الدينية المزيفة أو الوهمية المقطع اللي راح يبين لكم به وصول قبة لمرقد السيد التكليف أبو الشياع. هو مزار جديد بعدهم دا يبنوه ومستحدث، وهاي القبة جاية على تريلا حتى يوصلوها للمبنى. هذا المرقد يهمون الناس انه يشفي المريض. للعلم اهالي المنطقة يقولون انه السيد تكليف ابو شياع مات بحادث بالحي الصناعي ورا ما طق تاير سيارة عليه. اللي ما يفتهم شنو يعني طق تاير سيارة عليه، انفجار اطار مركبة او سيارة على الشخص ادت الى وفاته. خلونا نشوف. اي قواك الله قواك الله. هل اي شوية شوية وصول القبايه مال السيد تكليف، والشباب ما قصروا قاعد يفتح طريق لان ما اجت على الشارع العام، ما اجت على الشارع العام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والشباب ما قصروا قاعد يفتح طريق، كابلات نازله والقبه عاليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يستاهل ابو شياع. وعندنا مرقد ثاني، واحد يحكي لي شنو كراماته للسيد تكليف. مرقد وهمي ثاني، لكن الغريب انه هذا المرقد الوهمي يتكاثر، يفرخ مراقد وينتج مراقد وهميه ثانيه بصفه وقريبه منه. مرقد السيد مزهر بمدينه السماوه بمحافظه المثنى. بدايه ما حد يعرف حقيقه المرقد، ما حد يعرف شنو هذا المرقد اللي موجود بنص الصحراء، وما حد يعرف من هو السيد مزهر. لكن الغريب انه اكو جماعه بنت
نصب ثاني صغير بصفه، مرقد صغير بصفه ومو بعيد عنه، وادعوا انه هذا المرقد اللي بنوه الصغير هو الاخت السيد مزهر. فتخيلوا هو مرقد الاول ما حد يعرفه، هسه طلع لنا مرقد ثاني، تعالوا نشوف. كل يوم حاطين يمك هذا السيد مزهر سلام الله عليك، جايبين حاطين طابوقات هذول يقولون هاي اختي، ما اعرف صدق اختي كذي طابوقات عشان ندخل جو ما اعرف ايش. اذا عندكم خبره والله قولوا لنا، يعني اليوم الدخول وشوف مسوينهم وحاطين صندوق بفلوس ما ادري باقينهم. صار القبه هاي القبه سلام الله عليها، ما اعرف يا عم صدق هيك اختي هنا لو شنو هذا عكسين مسهر سلام الله عليك. ترى الشعر اطراف هاي اخته، هاي اخته، وين اخته سلام الله عليه؟ هو غير ما تعط شان وحده، اي يقولون يجي بيجي زيرو ما تعط شان باقيه، اي بيجي زيرو مات عط شان الله يرحمه. هاي المراقد اللي موجودة بالعراق وتكاثرها، الناس لما شافت هاي القضية علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق موجود ويانا من أبو وسام الربيعي يقول مقصودة عملية تجهيل الناس، وكل الموجودين من الناس واللي يصدق بالخرافات مسؤول عن هاي الجريمة. حسام حميد العقيلي يقول سيد رايح يدور شمة بأمان الله وتاه بالصحراء، سويته إمام وضريح. وكفاح شامل الحجام يقول للأسف كثرت المراقد التجارية في هذه الفترة، أو كثرت المراقد التجارية في هذه الفترة، ما تعرف الصدق من الكذب. وعماد عبد الجبار يقول إخواني لو كان المواطن عايش بكرامته وخيرات بلده متوزعة بشكل صحيح بين أفراد الشعب وكانت هنالك رعاية وخدمات ونظام تعليمي لما احتاجوا إلى مثل هذه المزارات الوهمية والخزعبلات، وحتى لو كان العراق بألف نعمة وبألف خير ما راح يحتاج إلى هاي الخزعبلات. هنالك العديد العديد من الأولياء اللي مدفونين في العراق ما يحتاج هالجدد تنبني بين يوم ويوم، ولا حد يفكر انه احنا نحكي شيء مواقع. اتذكروا مرقد القطرة، قطرة الإمام علي، والكارثة اللي صارت بالمرقد، وفاة العديد من الأشخاص بسبب واحد ماد لبوري مال مي مدري صوندة حتى يطلع قطرة ويقول هاي قطرة الإمام علي. أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سيد الكريم. قبل كل شيء وقبل أن نخوض في تفاصيل الموضوع، نحن نعتز ونتشرف بكل مراقد الأنبياء والأولياء في العراق بدون تمييز. لكن يا سيد الكريم الذي يحدث الآن أن هذه الأسماء للأنبياء والأولياء أصبحت تستغل استغلالا ماديا. قدر الله قبل اتصالي بالبرنامج رأيت تقريرا كاملا عن هذه المراقد وكيف أنه تم خداع الناس بها. 80% من المراقد التي تنتشر في العراق حاليا هي مراقد وهمية وليست مسجلة ضمن جهات رسمية. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية أن هذه المراقد تبنى وفق شهادات ووفق خرافات ووفق روايات يخدعون بها الناس البسطاء. فيا أحبتي عليكم أن لا تنجروا خلف هذه الخرافات التي اتخذها بعض العناصر الميليشياوية مكانا لتخزين السلاح، وهذا وفق شهادات وأخبار رأيتها قبل قليل. بعض عناصر الميليشيات تتخذ هذه المزارات مكانا لتخزين السلاح. فأخاطب العقلاء وأخاطب كل نزيه أن لا ينجر خلف هذه الخزعبلات. وشكرا للبرنامج. شكرا 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 لك أبو سمية. نروح هسه إلى دوائر الدولة الحكومية والإجراءات التعقيدية اللي موجودة بها. وثقلنا أحد المراجعين اللي راح يراجع دائرة مرور الغزالية بالعاصمة العراقية الحبيبة بغداد، وثقلنا هناك حالة الفوضى والاكتظاظ والازدحام اللي صاير بالمديرية بسبب تأخير إنجاز معاملات المراجعين من قبل الموظفين اللي يشتغلون بالمديرية، إضافة إلى طريقة التعامل الجاف من الموظفين ويا الناس. تعالوا نشوف.
هاي بالغزالية، نبقى ببغداد، نفس الطاس ونفس الحمام، بس هنا مديرية مرور الطوبشي، ما يفرق الحال بها عن حال مديرية مرور الغزالية بشي، نفس الإهمال، نفس الإدلال، نفس المشاكل. لهالسبب بدأ يتساءل المراجعين، ليش الحكومة تتعمد الذل المواطن؟ وليش ما تخلي حل الهاي المهازل اللي دا تصير بالدوائر؟ تعالوا نشوف. انتوا لاحظتوا انه اكو شاشة، بس الشاشة فاصلة، يعني اللي قاعدين هنا ينتظرون ساعة وساعتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية الى 12 ساعة مثلا، يقعد يحسب لك كم مرة تعيد الانفوغرافيك، مو الرسالة الترحيبية مالتها مثلا. مقطع ثاني من مديرية مرور النجف، الناس هناك همينة بالضيم، تعب قهر ذل، ماكو اي معنى للتصرفات اللي يشوفوها من الموظفين اللي يشتغلون بالمديرية. لهالسبب الناس تطالب الحكومة وتقول لهم تعالوا شوفوا حل الناس، تعالوا شوفوا حل إلنا، أيام ما تكمل معاملاتنا حارة والناس قاعدة بالحديقة، لأن من الازدحام اللي موجود جوا ماكو أي مكان يطبون جوا. يا ترى شنو السبب وراء هذا التعمد بعرقلة معاملات المواطنين؟ ومدير المرور أو وزير الداخلية وينهم من هاي المناشدات والفيديوهات المتكررة؟ وشنو دورهم واللي تثبت إهمال وفساد دوائرهم؟ هذا طاب بدائرة المرور، يا داي يشوف سيارته، يا داي رقم سيارته، يا داي يبيع سيارة، يا داي يشتري سيارة، ايش عنده؟ أو داي يجدد إجازة. ايش قد تطول؟ نص ساعة؟ هذا حالهم. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وكان أول تعليق ويانا من فيسبوك عسكر عواد آل مرزوق يقول هسه يعالجون الموضوع ويمنعون دخول التليفون للدائرة. وصار هذا الموضوع بالخارج خصوصا بالسفارات، هسه طب اي سفاره ممنوع تدخل تليفونك اخويا. عباس علي، سوء اداره والتنظيم اسوا، يتلذذون بمعاناه المراجعين. وحيدر العادلي، سويت معامله مال اجازه سوق عفتها عن نص بسبب الازدحام وبعد المكان. عماد السلامي، السلام عليكم، مو دفاعا عن مديرية المرور ولكن السبب قوة الإشارة المرتبطة بالشبكة الرئيسة في بغداد، يعني الخلل في وزير الاتصالات المفروض يضع حد لهذه المهزلة. مو هي أخويا عزيز أخ عماد، يعني هي مشكلة مترابطة، تجي على وزير الاتصالات، على وزير الداخلية، على مدير المرور، واحد مربوط بالثاني، السيستم واقف، ما يخلون الناس هيك واقفة، على الأقل يقولوا لهم استريحوا، يوفرهم بنكة، يوفروا لهم مكان يقعدون. هاي رقم واحد. رقم اثنين، واحد المعلقين قال لسه باكر عقبه يسوون حل ويمنعون المواطنين. اي هذا الحال تشوفه بالسفارات العراقية اللي موجودة بالخارج، اي مواطن عراقي عايش برا ما يقدر يطب للسفارة وبيده التليفون، ليش؟ حتى لا يوثق لكم هيك سوالف، فيسحبون التليفون من عنده برا. موضوعنا الثاني هو نروح الى مشكلة شح المياه، اللي اتوقع اغلب حلقات صوتكم هاي المشكلة موجودة به، خصوصا احنا مقبلين على فصل الصيف الحار، ارتفاع درجات حرارة. عندنا منطقة أم عردة بقضاء المشخاب بمحافظة
النجف. هاي المنطقة محرومة هاي المنطقة يعيش بها تقريبا 10,000 مواطن، لكنهم محرومين من مي الإسالة. ليش؟ لأنه محطة الإسالة تحتاج إلى بوري طوله 700 متر حتى يربطون هاي المحطة بشبكة الإسالة الرئيسية مال القضاء، لكن لا أكو إذن تسمع ولا عين تشوف، والمناشدات مستمرة وتاركين الناس بوجه العطش. تعالوا شوف. من قضاء المشخاب إلى محافظ النجف ومديرية الماء في النجف الأشرف، هذه المنطقة أكثر من 10,000 نسمة، صار سنتين وحدتهم مديرية الماء ب 700 متر بوري على مود يشربون ماي، يشربون ماي يعني ما يزرعون، يردون يعيشون. صار سنتين الوعود الكاذبة والتسويف موجود بهاي المنطقة. المشروع الرئيسي مالت المنطقة اللي يرذين بالماي جفاف تام، جفاف تام، وراح أراويكم المصيبة والكارثة بهاي المنطقة. هذا الواقع احنا ما ننكر، اكو عزمة مياه بالعالم كله، فاحنا ما ننكر هذا الوضع. احنا ما نريد واحد يريد ماي، بس اكو شيء، اكو حلول. يردون 700 متر قطع بوري، ام وحدتهم الحكومة من كان المحافظ السابق. 700 متر معقولة دولة ما تقدر توفر 700 قطعة او 700 متر قطعة بوري؟ خلنا نراويكم المشروع. هذا المشروع، هذا المشروع طني ياسين، هذا المشروع صار شهرين متوقف ماكو ماي، تباوع الكلور، هذا الكلور صار احمر ماكو ماي، الكلور احمر. قال معقولة الحكومة ما تقدر توفر بوري؟ لا، هي ما تقدر توفر بوري لسبب، لأنه هي وكلت الشعب العراقي أكبر بوري. من 2003 لليوم احنا ماكلين أكبر بوري بهاي الحكومات الديمقراطية. نروح إلى محافظة المثنى، عندنا شكوى الأهالي منطقة البموسة بسبب شح المياه، مي الإسالة تحديدا. هاي المنطقة ليش ما عندها مي؟ لأنه المشروع اللي كان من المفروض أن يغذي المنطقة إلى حد هاي اللحظة اللي أنا أحكي بيها ما خلص، وتلكؤ هذا المشروع حرم هاي المنطقة من مي الإسالة ومي الشرب. تفرجوا. مثل ما ذكرت عددها اللي هو يتجاوز 10,000 أو 8,000 بالتحديد يعني بالضبط. المنطقة تعاني من شحة المياه الحلوة يعني للغسل، ماي الإسالة، ما أقول لك ماي السقي، لا ماي الإسالة بالضبط. هذا الماي كمل صار لأربعة أشهر المشروع، إحنا الفترة الزمنية أكو سنة أكثر من سنة اشتغلوا به، لكن التلكئ وين صار؟ بالتنفيذ يعني من ينفذ الماي. يا بي هذا كمل المشروع، ليش ما تفتحونه؟ قالوا والله عليه احترابات. زين هاي الاعتراضات اذا لهم حقوق اعطوهم حقوقهم وخلوا الماء يمشي. الاعتراضات من قبل منو يعني؟ حكوميه لو شنو؟ اعتراضات عشائريه يعطيني من هذا المشروع. زين هسه احنا ما عندنا مشكله بتطي الدوله من المشروع او تطي من غير مكان. زين ولا حاسدين احد لغرض ليش تعترض على الماء. زين بس الجهات القانونيه قاعده تسوف شنو؟ اعتراضات عشائرية يردون حصة من المشروع. هذا بيا عرف بيا دين بيا تقاليد بيا ناموس. العشائر شلها علاقة بالمشاريع الحكومية؟ ولو هي العشائر بالعراق أقوى من الحكومة، أنا نسيت هذا الموضوع، أعتذر حقهم. من شح المياه ونقصها بالعراق، لكن بعدها أكو جهات عديدة تتعمد تلوث وتدمر اللي بقى من مي وأنهر بالعراق. نانا البصرة، هذا الفيديو يوثق لكم أسرع شغلة، قيام مديرية مجاري البصرة بتصريف المياه الثقيلة الشط العرب، لا تصفية لا تنقية لا تكرير لا كل شيء، مياه ثقيلة من البيوت للشط. وبعض شركات النفط تصرف الزيوت والنفط الخام والمخلفات النفطية بشط العرب. طبعا هذا الشيء صحي، لأنه كل ما زادت نسبة التلوث العالم ترتاح والريحة تصير طيبة وأمراض ماكو وحشرات ماكو، فأتوقع هم هيك جاي يفكرون. خلونا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في محطة حمدان،
للنجاري، هذه محطة حمدان وهذه الأحواض التصريف اللي تنطلق منها المياه إلى شاطئ البصرة، ونلاحظ بقعة الزيت الملوثة اللي جاي تنتقل، صار لها أكثر من يومين تقريبا، ولاحظ أنه الزيت عالق في حواف القناة، قناة التصريف، وأيضا على النباتات، وهذا يدل أنه المصدر من داخل محطة حمدان المجاري وليس من منطقة أخرى في شط البصرة. هذا التصوير يوضح لنا بقعة الزيت وهي جاي تنتقل وصوب في شط البصرة. واحد ركض يروح لبغداد يقعد وزير الموارد المائية من النوم بس يقول له عندك كارثة بشط العرب، ويقعد لي ويا وزير البيئة يقول له أكو تلوث بشط العرب، ويقعد لي ويا محمد الشيعة السوداني يقول له عندك كارثة راح تصير بالبصرة. لأنه هنا إذا نحكي مياه ثقيلة بالشط ونفط وبقع زيتية بشط العرب، هنا ما راح تأثر بس أنه أكو تلوث ريحة مثلا، لا، الثروة السمكية راح تموت، الثروة النباتية اللي موجودة راح تموت، النباتات ولو هي صحراء صايرة ما بقت نباتات ولا زراعة بالعراق، بس لو أكو نباتات على أطراف حوض شط العرب راح تموت لأنه النفط سام والمياه الثقيلة بها بلاوي. فواحد يقعد لي دول الثلاثة ويسلم لي عليهم ويقول لهم أفل الصقر يسلم عليكم ويقول لكم يا بقعدوا طيروا للبصرة بسرعة عندكم كارثة حلوها. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق كان ويانا من فيسبوك علي الزياد يقول هاي كارثة، الله يساعدهم المواطنين، أهالي المنطقة طلعوا خلي العالم تعرف معاناتكم. والله يا أخ علي بين يوم ويوم يطلعون ويصورون ويناشدون، ما بين نفايات موجودة بالشطوط، ما بين بقع زيت، ما بين تلوث، ما بين مياه مجاري، ما بين جفاف، بس يبدو أنه جماعة ما دا يسمعون. وأخو باشا يقول إلى متى هذا السكوت وهذا التجاهل بحق أرواح الناس المساكين؟ الله أكبر على كل ظالم. ضرغام الغزالي، جاء جماعة الإصلاح البارحة خبصونا فاتحين حديقة بالنجف وصار فين مليارات عليها. وأكرم قاسم يقول الله وكيلك، مو صوت الدولة، تعرفون الصوت بمن؟ من لما يصحى ضمير الناس يلا يصير براسنا خير. فكانت هاي تعليقات الناس حول هذه القضية، ومواضيعنا كانت بالتسلسل تهديدات الميليشيات وإلى الناشطين والإعلاميين وتصفيتهم، ومن ضمنهم شقيق الناشط أكرم الكعبي. ملفنا الثاني مع كل اعتزازنا إلى المراقد الدينية وأصحابها ومن هم ذو شأن، لكن بالعراق مع الأسف في الآونة الأخيرة أكو تكاثر إلى مراقد مزيفة اللي هي فقط لكسب المال. وعندنا الموضوع الثالث هي معاناة المراجعين بالدوائر الحكومية، تحديدا دائرة المرور في أكثر من مكان طلعنا في ملفنا اليوم. وآخر موضوع اللي هو تلوث المياه، مع الأسف بلاد الرافدين في قضية المياه هو هذا حالها. أكو نافذة أوجدتها قناة الرافدين اسمها نافذة أنت ترى، اللي ما يعرف شنو هي نافذة أنت ترى أو اللي شوفنا أول مرة، وين أرقام الهواتف اللي تشوفها مال البرنامج، جواها أكو شريط أبيض دا يمشي بأخبار، هذا البار تراقبه للأخير. أكو نافذة أنت ترى بها رقمين تليفون، أي رقم تدزون عليه فيديوهاتكم مناشداتكم إن شاء الله توصل إلنا ونطلعها على شاشة التلفاز، مثل ما راح نطلع لكم هاي المناشدة اللي طلعوا بها أهالي الدوب بمحافظة بابل يناشدون الجهات المسؤولة بالمحافظة وراء دخول المياه الآسنة إلى بيوتهم وطفح المجاري بسبب تلكؤ مشروع المجاري بالمنطقة، الشيء اللي دا يتسبب بأمراض ومشاكل صحية إضافة إلى شل لحركة الأهالي بسبب غرق الشوارع. فيطالبون من خلال برنامج صوتكم ومن خلال شاشة قناة الرافدين أن المسؤولين يلقون حل وسريع بشكل عاجل حتى ينتشلون المنطقة من واقعها المرير، علما
أن المنطقة تفتقر إلى كل الخدمات. خلونا نشوف. لا محافظ بابل، احنا منطقة الدوب في قضاء المسيب، بين المسيب وبين السدة بالضبط، خلف مركز الشباب مال المسيب، عبارة عن أوبئة وأمراض إذا يجي يشوفها يمكن يتعجب ما موجودة. احنا الناجدة هاي المنطقة انهملت همل صار لها سنوات. أولا الأملاك ملك طاب وصرف، لا تجاوز ولا أي شيء، أراضي مستملكتها الناس ملك طاب وصرف، وحالة حال الأملاك الباقية، ولكن خدمات صفر، ما بيها خدمات. احنا الناشد المحافظ يخلينا جهد خاص بإشرافه، يجي يشرف هنا من جميع الدوائر الخدمية. قالت المحافظ بابل أترجى يجي بعينه يشوف المأساة هنا، تكرم بعد شوية بعد نص ساعة فينا الرجال يطلع، رجال ما يقدر يطلع، الكلاب السائبة هنا مأوى، صرنا للكلاب السائبة وهاي الأمراض، وشوف هاي الجهال شنو ذنبها هاي؟ ما عندهم جهال، ما عندكم عوائل، ما عندكم الله بيناتكم فوقكم ما تشوفونه، يعني لا شفنا مسؤول اجه، لا شفنا احد، وطالبنا لمن الله قال بس، وكل الحكي ما يفيد. بالشهر ال 11 قبل الانتخابات يجونا يخشمرونا بتسمح شايه، يعني هاي المنطقه صار لنا اكثر من 5 سنوات احنا نداعي بهذا الموضوع، لا مجاري، لا اطفالنا، هاي اطفالنا ما يقدر يطلع، انا مريض ما اقدر اطلع هسه، وهذا صيف يعني بالشتاء شلون لعد احنا كنا، يعني انا صارت عندي وفاه قاموا شالوها بالستوته، يعني هاي سنين ما حد يقدر يسوي لنا اياها، ما تحتاج غير لوريات زين، ماكو والله هسه لو يجيبون بس 4 آليات مو اكثر، جريدر وشفل ولوريات يشيلن هذا الوضعيه كلها، المنطقه تصيرش حالاتها ولا ابد، وخليه يجي يشوف هو اذا يقدر يسكن، اذا الفراش ماله يقدر يسكن هنا بها، ما اريد اقول هو الفراش ماله ملك طاب وصرف، هاي منطقه ملك طاب وصرف ما بها مجاري، ما شاء الله. تعرفون بال2023 حال العراق هيجي. احمد من بابل حياك الله. يا اهلا وسهلا بك حبيب، هلا بيك يا الغالي، تفضل اخويا. أغادي رحم الله على والديك، أنا أحد سكان هاي العمارات، عمارات الدوب. حياك الله أخويا. حيا والدوب رحم الله والديك. أخي العزيز، إحنا صار لنا كذا سنة، أنا ما أريد أقول لك، أنا حكيت باللقاء 5 سنوات، بس هو أكثر من 5 سنوات. نعم. يعني هاي المعاناة ما خلينا مسؤول يعتب علينا. نعم. ولا خلينا عضو برلمان ما جبناه. اي اليوم مباشر وبيك بخير وتدللوا وكل نتيجه ماكو. نعم. احنا للقيم مقاميه ماكو، مناشدنا كل دوائر الدوله. نعم. يعني اي دائره من الدوله ما اجت سوت لنا النتيجه. طيب اخ احمد، يعني اخ احمد، الدوب تابعه الى محافظه بابل، المحافظ المتصرف القائم مقام مدير البلديه، دول شنو يعني ردودهم لكم؟ الله يصحح بين. نعم. احنا قبل فتره الله يطيب الصحه والعافيه استاذ علي الشمري، هو مو قيم مقام، مدير ناحيه السده. زين. طلبت من عده، اتصلت به هاتفيا، طلبت من عده حضوره لهنا. زين. الرجال حضر. زين. بس ماكو شيء بيده. ماكو شيء بيده، يعني ما عنده فد شيء يقدر يسوي لنا اياه. اول شيء مدير بلديه اجى، مدير المجاري اجى، معلم سيد. استاذ احنا هيك ونسوي هيك وما ادري شنو هاي وتاليها، مثل ما سمع مننا طلعوه مننا، لا اجوا لا وصلوا، اشتغلوا لهم شويه بشفل ساعه زمان، كسروا البواري مال المنطقه وداروا وجوههم وراحوا، وتعال شوف المي العالم مي ما عنده شرب لان البواري تكسرت. نعم. زين. القصب صار راح يصير والله العظيم يعني بعد فتره القصب راح يصير أعلى من العمارات. نعم نعم نعم، وصلت المعلومة. شكراً لك أخ أحمد من بابل. بس يعني الأخ أحمد يقول مدير ناحية السدة حضر ومدير بلدية قضاء المسيب حضر، يقول مدير الناحية ما عنده سلطة ومدير البلدية ما عنده سلطة. يعني مدير ناحية ما يقدر يحكي ويا المحافظ مثلاً يقول له يا بناحيتي، على شنو معينين مدير ناحية؟ تشرشوبة صورة العالم بس تباوع عليه؟ لو مخليه مدير الناحية وجهك باحة،
لما الناس تضوج مثل اهالي الدوب يخابرون بي ويقولوا لا تعال شوف حالنا، هو يجي يقول لهم ان شاء الله، وان شاء الله في مال لا. وصلتني رسالة واتساب تقول: السلام عليكم أخي أفل الغالي، هذه الحكومة ومن وراءها الإطار الفاشل جعلت في آذانهم وقرا فهم صم بكم عمي لا يفقهون سوى السرقات وتغذية الميليشيات من ذيول إيران، فلا يهتمون بمطالبات الشعب ومطالبات الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، ومنذ الآن يروجون على أن الموازنة فيها عجز لمدة 3 سنين. يعني يا شعب شدوا الأحزمة على البطون وتقشف، الموازنة وصلت إلى 200 مليار دولار، فمتى تصحو يا شعب وتنتفض لنفسك وحالك الذي أوصلوك إليه؟ تحياتي لحضرتك أستاذ أفل، أخوك أبو محمد من الدنمارك. حياك الله يا أبو محمد. السلام عليكم أستاذ أفل الغالي. الاحتلال الأمريكي منزعج من عودة النظام السوري المجرم للجامعة العربية، وهم يسرقون النفط العراقي والسوري ويسوون ميليشيات في الشمال السوري تهدد الأمن القومي. أخوكم أحمد من مصر المحلة الكبرى. شكرا لك يا أخ أحمد، كانت هاي الرسائل وصلتني إلى حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، تخيلوا لما يطلع لكم مواطن ويقول لكم مدير الناحية ما عنده سلطة، ومدير البلدية ما عنده سلطة، والمحافظ ما عنده سلطة، والوزير ما عنده سلطة، ورئيس الوزراء ما عنده سلطة، والبرلماني ما عنده سلطة، ورئيس البرلمان ما عنده سلطة. فيا ترى بلد الأربعين مليون نسمة مثل ما يقولون، اللي بيه 375 نائب، اللي بيه أكثر من 20 وزير، اللي بيه أكثر من 60 مستشار، وبيه رئيس وزراء ورئيس جمهورية ورئيس برلمان، من اللي عنده سلطة؟ أتمنى جاوبوني على هذا السؤال. بالختام نتمنى أن تكون حلقة اليوم نالت أعجابكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله نفس الموعد. انتظرونا، في أمان الله.